صحيتي من النوم، لقيت نفسك في مشهد على قيد الحياة، في كتلة في منتصف دائرة مدة ذراع في جميع الاتجاهات، صحيح؟ كتلة ثلاثية الأبعاد متحركة بطاقة جات حركتها، حركتها هذه حركة الكتلة ثلاثية الأبعاد من الطاقة، تأثير من الطاقة بسبب الطاقة، بقدرة الطاقة اللي جات الكتلة ثلاثية الأبعاد فحركتها. نقول لك إيش؟ عضلة القلب عضلة لا إرادية، يعني في حاجة تانية اللي بتحركها مو هي اللي بتحرك نفسها، خلاص؟ على قيد الحياة، أي أن هناك حي، طاقة الحي جات حركتها، خلاص؟ بأصبحت كتلة ثلاثية الأبعاد متحركة، الحركة هي الحياة، خلاص؟ الحركة هي الدين، الحركة هي أثر المحرك على الكتلة ثلاثية الأبعاد الثابتة، إيجاد قوة حركتها، خلاص؟ أيوة، قرينا في المدارس الحمد لله إنه الكتلة ثابتة، كتلة ثابتة حتى تأتي قوة تحركها، حركة هذه الكتلة الثابتة مساوية للقوة اللي حركتها، معاكسة لها في الاتجاه، فالخبطة تجي من هنا يقوم يتحرك كده، خبطة تجي من هنا يقوم يتحرك كده، خبطة تجي من هنا يقوم يتحرك كده، وهكذا دواليك قدر الله ما شاء فعل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.